روز رايز جوست الفخامة العالمية بسعر حول 3 مليون. السيارة معناتها فخامة ورفاهية إلى الأبد. لمدة 100 سنة السيارة تظل فخمة فخمة كل الاعتبار. سيارة بإطلالة جميلة وجديدة بروز رايز جوست 21. وزن سيارة يوصل إلى 3 طن وحاجة. السيارة معروفة بالرفاهية كاملة، من حجم الماكينة 6.6 لتر 600 حصان 12 سلندر. كل هذا عشان يعطيك رفاهية وانسيابية وراحة كاملة لك كقيادة. اليوم راح ناخذ برمح على الأمور الروز رايز جوست. طبعا معروف الروز رايز بتعب ودقة وتعبهم على التفاصيل. هذا الخداع ياخذ 10 أيام شخص واحد يجيب فرشه وينقش هالنقشة دي، طبعا مع الخداع. والسيارة معروفة بالفخامة والرفاهية والذوق اللي أنت تبيه، يعني لدرجة مثلا أقماش ذا الثوب أرسل روز رايز أقول لهم تعالوا أبي هالتصميم ذا، يروحون يسافرون يأخذون من هالقماش ذا يروحون يزينون. طبعا تكلفته 30,000، أو أنك تختار اللي موجود عندهم إلى 12 مليون لون أنت تختاره. الرفاهية والفخامة كلها من داخل، بس نلقي نظرة من وراء. السيارة بحجم 5.5 متر، سيارة رفاهية كاملة. عرض الكفرات مو بزي أي عرض كفرات ثانية. الروز رايز كل ما عرضا وثقلا كفراته كل ما زادت براحته ورفاهيته ما شاء الله. طبعا علامات ونقشات الروز رايز بالإنارة الخلفية والأمامية، شنطة حجم وسيع وسيع ما شاء الله. هذه البطارية حقته وقشة، أنا ما أدري هل هي يجي مع استبنه ولا لا، لكنه صاحب الروز رايز مو فاضي هالأمور هذه، يجيب استبنه ويغير وما أدري وشو. طبعا مع بيبان اللي هي الأبواب الانتحارية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا قليبي. الداخلي جاي جملي مع بيج، والنقشات الخشب طبعا مو بأي خشب، هذا يا جماعة خشب معين يقعدون أشهر عشان ينحتونه ويزينونه ويركبونه بالسيارة ما شاء الله ما شاء الله. والفرشة، لا ننسى الفرشة، من أرقى أنواع الجلود بالعالم، من بقر مو بقر، من ثعالب ومن ثيران ومن جميع أنواع الحيوانات، وانتم بكرامة جايبينهم وصالخين جلودهم علشانك ما شاء الله ما شاء الله. طبعا مع النقشة هذه والديكور واللمسات الفاخرة، طبعا هذا يجي مع هذا. أي سيارة تدفع بها المبالغ ذي لازم تحس بالرفاهية كاملة. وروز رايز عيب عليهم أنهم يعطونك سعر أو رقم معين بحاجة أنت تبيه، يعني أنا جيت وقلت بكم ذا وبكم ذا وبكم، لا هم يقول له لا تجينا، رحنا خذ لك واحدة مستعمل ولا تقربنا. فهم عندهم حد للرفاهية والاستمتاع بالسيارة والمواصفات. بس ودي أوريكم الميزة. نجي من وراء ما شاء الله ما شاء الله. أنا ما أنسى المظلة، المظلة قيمته 25,000 المظلة دي، يعني لو ضاعت، يعني لو تحط بحراج تشري لك سيارة ما شاء الله ما شاء الله. رفاهية تامة وأناقة وديكور ولمسات جذابة. طبعا روز رايز معروف تصميمهم الكلاسيكي وليس الحديث، التصميم الكلاسيكي مع الحديث تلقاه عند البنتلي. بسم الله يا روح. طبعا شوف عرض المرتبة هذه، هذه رفاهية لك ورفاهية للي وراك. بسم الله وربي ما شاء الله. جايب عدادات إلكترونية يا أخي. الباب بعيد 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 بالحيل. بسم الله نطلق الرفاهية والفخامة العالمية. طبعا من يسار بسم الله، ولا ننسى اللد اللي هناك، هذا لد
طبعا تقدر تصممه انت، مثلا شركتك اسمها مجعص اجعصان، تحط مجعص اجعصان يزينون لك يعني، ما يقولون والله وقف هنا خلاص. بسم الله ما شاء الله ما شاء. اسمع اسمع يا ربي وش هالصوت؟ كل شيء ستيل، خشب، جلد، يعني كل شيء فاخر الا الجير بلاستيك، ولا الباقي كله حديد، يعني معنى الكلمه. عدادات لازم بحركاتهم اللي هو العكس من 1000 RPM وعكس مع 3 إطلالات جميله من روز رايز وعلامه روز رايز وروز رايز وروز رايز، يعني يعلمونك بتل انك تراكب روز رايز، يعني حققت شيء انجزت شيء ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه اللي هي Spirit of Ecstasy، تحكم باللي هو لله الله الميديا. أنظمته من داخل كله أنظمة BMW، يعني زي اللي هناك العلامة مثلا Lower، وين Lower Rise، ما شاء الله ما شاء الله. برضو أنظمة المساعدة للسائق، وإعدادات يعني إعدادات من الرفاهية، لكن هي مب بس هنا، هي كل إطلالته برفاهيته وبركوبه ومميزاته كله رفاهية ما شاء الله ما شاء الله. طبعا عندك اللي هو كاميرات 360، تضغط هنا يظهر لك الكاميرات 360، تقدر تنزل وترفع ترفع السيارة. وهنا اللي هو حاملتين أكواب بحجم صغير ما أدري وراه، وهنا إذا أنت يعني هدانا الله وإياكم تتان تقدر تتن هنا. هنا عندك بطارة الخشبية المصممة لك أنت خصيصا، تحكم بالسرعة والرادار، هنا التحكم بالميديا ما شاء الله. خلنا نركب وراء. طبعا الباب بس خل أوريكم ميزة، هم شف يقولون علق تلها، هم من ثانية ومن ثالثة لم تضبط معنا، ولا هي لا زالت فخمة لو وشو. بس بسم الله، هذه كفاءة البنزين 7.9، يعني اللي بيشتري رزقنا الله مهب مدقق بكفاءة البنزين، يبي الرفاهية العالمية. سقف نجوم، طبعا سقف نجوم يا جماعة مخصص على حسب تاريخ ميلاد اللي شراه، يعني أنا مواليد مثلا 1700 يحطون لي نجوم 1700 وش كانت، حتى دقيق بعض الحين يحطون شهب، يعني بالتفاصيل اللي انت تبيها. طبعا لا ننسى حركتنا اللي هو اوه الباب بعيد، يا للروعه يا للروعه. طبعا ظهر الكرسي ما صار هالكبر الا انه ما شاء الله طاوله خشب عشان تاكل بسندويشه، ومن تضغط ثانيه تعلق عليه طبعا يظهر لك الشاشة الانفوتيمن من السنس سيستم ما شاء الله ما شاء الله. تحكم برضو اعدادات السيارة، تنزل تطلع العلامة الفاخرة، ايضا تقدر تحكم باللي هو النافيجيشن، بدل ما تحتي ويوجعك حلقك تقول للسواق ودن لخبيب، لا خلاص يعني بلسانك ابو يعني ما يحتاج تحتي. اعدادات عادية من شركة بي ام، ولا منك قضيت زر بس يعني ما يحتاج دفع. طبعا زرين هنا وهنا اذا بغيت، نفس الحكاية. لا خلاص ورا وعجل. لا عندك فتحتين تكييف مع فتحتين تكييف هنا، وسماعات مع ديكور خشبي ما شاء الله. ونجي هنا ومع الانفوتيمنت تقدر تحكم بالشاشة، تقول هذه تضغط هنا برضو يطلع خلاص. اما لا منك مليت والله حمد، انا خبره هادي وحليل، ما انا مثله غريبة علز اليوم ما أدري إيش جاي نفسي شين. عندك هنا أيضا خزنة، وهذه برضو ثلاجة بسم الله. أوه هذول كاسات كزال ما شاء الله ما شاء الله. أنا شفت مقاطع له مقعد خاص، بس يمكن ذا لازم تطلبه الطلبية ما شاء الله ما شاء الله. ب6000 أبيعه بحراج هذي بس ما شاء الله. شوي عليه شوي حط حزامه. طبعا ميموري سيت، ستاير، يعني كامل اللي هو الرفاهية. هالباب ذا اللي وراء غير اللي قدام، هذا تقول ها همن ثانية ينفتح لك، غير اللي هو الأمامي انك لازم انت
نسحب سحبه. باي باي يا الفخامة. خلنا نطفي السيارة. طبعا بها اللي هي الرؤية الليلية بما انه سيارة فخمة يعني بقروش. وهذه كانت تغطيتنا الشريفة بالمركبة الفاخرة روز رايز غوست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.